وفي إطار مواكبتنا لهذا اليوم الانتخابي نرصد آراء بعض الناخبين والنموذج من مراكش. الحمد لله، المهم العمل داز مزيان بشكل عادي لحد الساعة اللي نهار الصباح هذا، ما كاينش اكتظاظ، ما كاين حتى شي حاجة. كانوا الناس المكلفين ولا المسؤولين يعني منظمين مزيان، كان توجيه مزيان. بالنسبة للتعقيم ولا الوسائل الاحترازية راه كانت مزيانة بزاف كاع، والعملية راه دايزة بشكل سلس. هادي أول مرة كنجي نصوت، إجراءات تمت في مراحل مزيانة، السلطات المحلية قامت بالواجب ديالها. هذا ورصدنا آراء عدد من المصوتين الذين يؤكدون على أهمية عملية الاقتراع وضرورة المشاركة في هذه العملية الحاسمة لاختيار نخب ذات مصداقية وكفاءة قادرة على خدمة الشأن العام الوطني. والنموذج من قلميم. المهم احنا جينا ودينا الواجب الوطني، وهذا واجب علينا، وصوتنا على الانسان اللي كيستحق باش نعطي الصوت ديالنا على حساب اللي بان لينا حنايا. والحمد لله اللي كيبان ليا هذا الشيء منظم والناس جايين بالكثره. يمكن هذا العام ان شاء الله، هذه المره ان شاء الله يكون التصويت اكثر. اللي بان ليا على حساب اللي بان ليا في المكاتب التصويت لان عامرين، واللي بان ليا حتى في هذا سمو الجائحه الناس دايرين الاحتياط ديالهم ودايرين الواجب الوطني. جينا اليوم نأدوا الواجب الوطني ديالنا تجاه الجهات قلميم والبرلمان والجماعة، وإن شاء الله يستحقوها الناس اللي يدوها الناس اللي كيستحقوها ويفيدوا إن شاء الله هاد البلاد. اليوم هو يوم 8، هو يوم الاقتراع وهو حق كل مواطن مغربي للتصويت، وإن شاء الله نكونوا عطينا أصواتنا للناس اللي هي كتستحق إن شاء الله، ويكونوا عند الكلمة ديالهم إن شاء الله، ويقوموا بالواجب تجاه المواطنين، وإن شاء الله توفيق للجميع وشكرا لكم. وفي إطار مواكبتنا المستمرة لهذا اليوم الانتخابي الكبير من فاس، نرصد رأي بعض الناخبين الذين مارسوا حقهم الدستوري بالتصويت. جيت ندير الواجب الانتخابي ديالي لأن هذا واجب كل مواطنين المغاربة باش يعبروا بكل حرية وداكشي اللي كيملي عليهم الضمير ديالهم. البلاد ديالنا الحمد لله غادية في التقدم، وكاين ديمقراطية، ما كاينش الصراحة ابتزاز، ما كاينش شي تأثير من طرف أي مترشح، يعني كتبقى حرية شخصية وكتبقى تقييم البرامج الانتخابية ديال كل حزب. الأحزاب حاليا بدلوا مجهود بكل صراحة، كاين برامج اللي هي لاحظتها مو يعني مزيانة صراحة، إذا تم التطبيق ديالها على أرض الواقع غتكون في صالح ديال المواطنين. وهذا علاش جيت اختاريت هذه الفترة الصباحية، لأن عندي العمل ديالي، دونك جيت باش نأدي الواجب ديالي بكل حرية. ولاحظت باللي كاين واحد النظام اللي هو يعني تقدم ملموس بكل صراحة، لأن كاين لاحظت كاين ديجيتال، يعني استغلوا هذا التقدم الرقمي، وخصوصا في هذه المشاكل ديال كورونا، يعني ما كتلمس لا ورقة لا حتى شي حاجة، دونك كتصيفط غير اس ام اس ل 2727 بالنمرة ديال لاكارت ناسيونال ديالك، وكيجيك مكتب ديال التصويت وكتمشي ليه وكتأدي الواجب ديالك بكل شفافيه وكل وضوح. دونك كنتمنى التوفيق لكل المترشحين. وجيت ننتخب باش نزيدوا القدام ان شاء الله، نختاروا نواب جداد ان شاء الله اللي تنتظروا منهم شحال من حاجه، ودايرين ثقتنا فيهم ان شاء الله غادي يكون تغيير ان شاء الله. عندنا الثقه بان ان شاء الله هادو اللي غادي يكونوا جداد ان شاء الله غيجي معاهم التغيير. عندي 20 سنة، هذه أول مرة كنتخب. قررت ندير هذه التجربة باش نحاولوا ندخلوا في هذا العالم ديال الانتخابات، وكنتمنى يوقع شي تغيير. ومن فاس إلى وجدة وارتسامات ناخبين آخرين. راه الحمد لله احنا صوتنا مع الولاء، لأن بغينا هذا الواجب الوطني، وخاصة هذا الواجب بهذه الطريقة الجديدة اللي اندارت هذه السنة، عندها واحد الطابع خاص. وبغينا نبداو بها، احنا الحمد لله داك الشيء كان سهل وبسيط، غير الانسان خصو شويه يركز في الاول والسلام، انما هاد الطريقه سريعه وبسيطه
وان شاء الله يكون الخير لبلادنا، لان التصويت حاجه مهمه وبالنسبه للجميع. انا جيت اديت الواجب الوطني ديالي بطبيعه الحال وفاء للديمقراطيه لانني كنامن بها، وثانيا لانني باش نمنح لنفسي واحد المصداقيه ديال المتابعه والمحاسبه والنقد فيما بعد، لانه ما يمكنليش من بعد غادي تكون واحد الجماعه ما تعجبنيش او برلمان ما يديش الواجب ديالو ما نساقش. اذا باش يكون عندي باش نعطي لنفسي هذا الحق هذا جيت ندير الواجب ديالي. وبالتالي يعني كان يعني مسألة أخرى هو أنني مواطنة، والمواطنة كتستوجب مني باش نساهم في بطبيعة الحال في هذا يعني باش نساهم في التصويت، وبالتالي باش نبنيو المؤسسات ديال الدولة، ونتمنى يكون الخير بطبيعة الحال.